هالو ليبي لايت في الكومنتس وماين يوتيوب كانال، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. هايت لانن فيا مودال فيربن امبريتيريتوم. اليوم الدرس حيكون عن الافعال المساعده بالزمن الماضي البسيط. اذا ما شفتوا درس الافعال المساعده بالزمن الحاضر لازم تشوفوه، رح احط لكم الرابط بصندوق الوصف. وهلا ما رح اطول عليكم اكثر، also wir fangen sofort an. مثل ما بنعرف انه الافعال المساعدة باللغة الالمانية هن ست افعال، ونحن اليوم رح نتعرف عليهم بالزمن الماضي البسيط. طبعا مثلا اذا بدنا نقول انا اردت او انا استطعت، نحن بنستعمل هيدا الزمن، يعني اذا بدنا نحكي بحياتنا اليومية او اذا بدنا نكتب. يعني الالمان اذا بدهم يحكوا بالزمن الماضي او يكتبوا بالزمن الماضي بيستعملوا هيدول الافعال المساعدة بهيدا الزمن الماضي البسيط، وهلا رح نتعرف عليهم. وهلا رح نبدا مع اول فعل مساعد معنا لليوم يلي هو كونن. بالزمن الماضي بصير عنا كونتن، وهلا رح نصرفه. اول شيء عنا ايش كونت، دو كونتست، ار زي اس كونت، فيا كونتن، ايا كونتت، زي زي كونتن. وهم مثل ما ملاحظين مع الإيش والآزي إس عنا نفس التصريف كونتو، وعنا مع الفيا والزيزي عنا كمان نفس التصريف دائما يلي هو كونتن. وهم مثل ما ملاحظين كمان إنه يلي عملناه هون فقط إنه شلنا الأوملاوت يلي هن النقط، يعني من الفعل الأساسي بس شلنا الأوملاوت، ويلي عملنا زدنا بس ت قبل التصريف يلي هو منصرفه بالعادة مع الضمائر. يعني مثلا ايش كونت، بس يعني حطينا تي وبعدين حطينا التصريف يلي بالعاده بنحطه دو كونتست مثل ما لاحظتوا، بس هون يلي عملنا انه زدنا تي. وهلا رح ناخذ امثله مع هذا الفعل المساعد. ايش كونت داس فورت نيشت اوسبريشن، يعني انه انا لم استطع ان انطق هذه الكلمه، يعني انا ما قدرت انه احكي هذه الكلمه. يعني يمكن تكون مثلا كتير صعبة ان الواحد يحكيها، فلهذا السبب نحن عم نحكي بالماضي. اوكي؟ يعني انا ما قدرت انه احكي هيدي الكلمة. وهون عندنا مثال تاني، اذا كانوا مثلا رفقاتي عازميني على مثلا حفلة معينة وانا ما قدرت اروح وبدي اقول لهم انه انا ما قدرت اروح، فهم بنقول ايش كنت جستن نيشت كوم، يعني انا انه امبارح ما استطعت انه اجي، يعني ما قدرت انه اجي. هون استعملنا كمان الزمن الماضي البسيط. طيب وهلأ هيدي الجملة انتو لازم تقولولي كيف منقولها باللغة الألمانية. كيف منقول البارحة لم أستطع أن أنام بشكل جيد؟ أعطوني الإجابة الصحيحة. ممتاز، منقول إيش كنت جستن نيشت جود شلافن، يعني أنا مبارح ما قدرت نام بشكل منيح. هون مثل ما ملاحظين كيف نحن بنينا هيدي الجملة. أول شي حطينا الفاعل يلي هو أنا إيش، بالمرتبة الثانية حطينا عادي مثل ما أخذناه نحن الأفعال المساعدة بالحاضر نفس الترتيب، يعني بالجملة يعني بتركيب الجملة ما بيختلفوا نفس الشي. حطينا بالمرتبة الثانية الفعل المساعد ومصرف حسب الفاعل طبعا بالزمن الماضي البسيط، بعدين حطينا تتمة الجملة، وبالأخير حطينا الفعل الأساسي وخليناه بحالة المصدر. وهلأ رح نعمل اختبار مع هيدا الفعل، طبعاً بتمنى إنه تحلو بالشكل الصحيح. وهلأ رح ننتقل للفعل المساعد يلي بعده يلي هو فولن. بالزمن الماضي البسيط بصير عنا فولتن، وهلأ رح نصرفه مع بعض. أول شي عنا إيش فولت، دو فولتست، إر زي إس فولت، فيا فولتن، إيا فولتت، زي زي فولتن. وهم مثل ما ملاحظين مع كل الأفعال اللي رح ناخدهم طبعا مع الإيش والآزي إس نفس التصريف ومع
فيا وزيزي نفس التصريف دائما. ومثل ما ملاحظين بس يلي عملنا انه ضفنا تاء قبل النهايات يلي بالعاده بتكون. وهلا رح ناخد امثله مع هيدا الفعل المساعد. اول شيء عنا فيا فولتن انس كينو جين، يعني احنا انه كان بدنا نروح انه على السينما، اوكي؟ يعني كان بدنا. فيا فولتن انس كينو جين، هم مثل ما ملاحظين حطينا بالمرتبه الثانيه الفعل المساعد مصرف حسب الفاعل بالزمن الماضي، وحطينا الفعل الاساسي باخر الجمله. وهون عنا مثال ثاني، als Kind wollte ich Arzt werden، يعني لما كنت صغير اردت ان اصبح طبيب، يعني لما كنت صغيره انه كان بدي انه اكون دكتور، اوكي؟ als Kind wollte ich Arzt werden. وهلا هيدا المثال انتو لازم تقولوا لي اياه باللغه الالمانيه، كيف منقول هم لم يريدوا ان يتحدثوا معي؟ يعني هن انه ما كان بدهم يحكوا معي، كيف منقول هيدي الجمله باللغه الالمانيه؟ ممتاز، بنقول sie wollten nicht mit mir sprechen. sie wollten nicht mit mir sprechen، يعني هن ما بدهم يحكوا معي، او هن ما كان بدهم يحكوا معي يعني بالماضي، اوكي؟ هم مثل ما لاحظتوا حطينا sie wollten، يعني عم نحكي عنهم هن غائبين، اوكي؟ وحطينا nicht يعني انه هون عندنا نفي، mit mir يعني معي انا، sprechen حطينا باخر الجمله، وحطيناه هو فعل الاساسي بحاله المصدر. وهلا رح نعمل اختبار مع هذا الفعل المساعد. وهلا رح ننتقل للفعل المساعد يلي بعده يلي هو ظلم. بالماضي بصير عنا sollten، وهلا رح نصرفه مع بعض. ich sollte، du solltest، er sie es sollte، wir sollten، ihr sollte، sie sie sollten. وهون عنا مثال مع هيدا الفعل المساعد، er sollte gestern dir helfen، يعني انه امبارح كان ينبغي عليه ان يساعدك، يعني كان لازم يساعدك. Er sollte gestern dir helfen. وهل عندنا المثال يلي بعده، Ihr solltet gestern zu Hause bleiben، يعني انه انتم امبارح كان لازم تبقوا بالبيت، يعني كان المفروض انه تبقوا بالبيت. Ihr solltet gestern zu Hause bleiben. وهلا هيدي الجمله انتم لازم تحاولوا تقولوها باللغه الالمانيه، كيف بنقول انه امبارح كان ينبغي علي ان أذهب إلى الطبيب؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز، ich sollte gestern zum Arzt gehen، يعني امبارح كان انه المفروض انه روح عند الدكتور، او كان ينبغي انه علي انه روح عند الدكتور. ich sollte gestern zum Arzt gehen. وهلا رح نعمل اختبار مع هيدا الفعل المساعد. وهلا رح ننتقل للفعل المساعد يلي بعده ويلي هو مستن. طبعا بالزمن الماضي البسيط بصير عنا مستن، وهلا رح نصرفه مع بعض. ich musste، du musstest، er sie es musste، wir mussten، ihr musstet، sie sie mussten. وهلا رح ناخد امثله مع هيدا الفعل المساعد. sie musste gestern sehr viel arbeiten، يعني هي امبارح كان انه يجب عليها انه امبارح انه تشتغل كثير، اوكي؟ يعني هي امبارح كان لازم انه تشتغل كثير، يعني يجب عليها انه تشتغل كثير.
Sie musste gestern sehr viel arbeiten. وهون عندنا مثال تاني. Im Unterricht musste ich gestern viel schreiben. يعني امبارح بالصف كان لازم او كان انه اجباري انه اكتب يعني كل شيء عم يكتبه الاستاذ عن اللوح. يعني كان لازم انه اكتب كتير. يعني مثلا ممكن يكون الاستاذ كتب على اللوح اشياء كتير مهمة. مثلا مهمة للامتحان. انا لازم انه كنت اكتبهم كلهم. اوكي؟ فهذا السبب انه انا امبارح بالصف كان لازم انه اكتب كتير. اوكي؟ فهون عنا im Unterricht musste ich gestern viel schreiben. وهلا رح نعمل اختبار مع هيدا الفعل المساعد. وهلا رح ننتقل للفعل المساعد يلي بعده ويلي هو دورفن. بالزمن الماضي بصير عنا دورفتن. هلا رح نصرفه مع بعض. ايش دورفته؟ دو دورفتست. ازي اس دورفته. فيا دورفتن. ايا دورفتت. زي زي دورفتن. وهون عنا مثال. زي دورفتن ان ايطاليان بلايبن. يعني هن كان مسموح لهم انه يبقوا بايطاليا. اوكي؟ يعني هن كان مسموح لهم بالماضي انه نسمح لهم انه يبقوا بايطاليا. زي دورفتن ان ايطاليان بلايبن. وهون عندنا مثال ثاني. Als Kind durfte ich nur eine Stunde nach dem Abendessen fernsehen. يعني لما كنت صغير كان مسموح لي انه احضر يعني التي في فقط ساعة واحدة. يعني انه شاهد التلفاز فقط ساعة واحدة. يا Als Kind durfte ich nur eine Stunde nach dem Abendessen fernsehen. وهلا رح نعمل اختبار مع هيدا الفعل المساعد. وهلا رح ننتقل لاخر فعل مساعد معنا لليوم يلي هو موجن. بالزمن الماضي البسيط بصير عنا مختن. وهلا رح نصرفه مع بعض. ايش مخت؟ دو مختس. ازي اس مخت. فيا مختن. ايا مخت. عنا اخر شي زي زي مختن. وهون عنا مثال. زي مختن كاينين تاترينكن. يعني هن ما كانوا يحبوا يشربوا الشاي. يا ما كانوا يحبوا بالزمن الماضي بس يمكن هلا يكونوا بحبوا. يا زي مختن كاينين تي ترينكن. وهون عندنا مثال تاني. ايش مخت داس نيشت اسن. يعني انه انا ما كنت حب اكل هيدا الشيء. يعني زمان ما كنت حب بس يمكن هلا انه صرت حب اكل. يا ايش مخت das nicht essen. وهلا رح نعمل اختبار مع هيدا الفعل المساعد. بس قبل لازم نعرف شو معناتهم لهدول الافعال اللي اخذناهم اليوم بالزمن الماضي وكيف نفرق بيناتهم. عنا اول شيء فعل كنتن نستعمله لما بدنا نحكي عن شيء نحن بنقدر نعمله او شيء بنقدر انه اتقان الشيء. اوكي؟ يعني شيء بنقدر نعمله او شيء بنقدر انه يعني اتقان الشيء. وعنا فعل مختن نستعمله لما نحكي عن شيء نحن بنحبه. يعني مثلا انا كنت حب اشرب شاي. انا كنت حب مثلا اروح على هيدا المكان. نستعمل هيدا الفعل. وعندنا فعل فولتن. هيدا الفعل بنستعمله لحتى نعبر عن الرغبات. ولكن يعني هيدا الفعل صارم. يعني لما اقول مثلا انه انا بدي هيدا الشيء يعني انا هلا بدي هيدا الشيء. يا اوكي؟ فهذا بنستعمله لحتى نعبر عن الرغبات ولكن بشكل انه صارم. وعندنا فعل زولتن. هيدا بنستعمله لما بدنا نحكي عن شيء الزامي او ضروري.
او مثلا لما يكون في اوامر بالموضوع، او حتى بس بدنا انه نصيحه، لما حدا مثلا انه نحكي نصيحه لحدا كمان نستعمل هذا الفعل. وعندنا فعل مستن نستعمله لحتى نعبر عن شيء ضروري او الزامي، اوكي؟ يعني مثلا لما يكون في شيء انا الزامي انه اعمله او ضروري انه اعمله نستعمل هذا الفعل. واخر شيء كان عندنا فعل دوفن نستعمله لما بدنا نحكي عن شيء مسموح او شيء غير مسموح، اوكي؟ يعني مثلا انه انا مسموح انه اعمل هذا الشيء، اوكي؟ فهون بنستعمل هذا الفعل. طبعا هدول الافعال اللي قلت لكم اياهم مع معانيهم عم بحكي عنهم بالماضي، اوكي؟ يعني لما قلتهم كلهم حتى مع معانيهم كان قصدي عنهم بالماضي، لانه انا اعطيتكم اياهم اصلا بالماضي، اوكي؟ بس اذا حابين انه تعرفوا معناهم بالحاضر وكيف بنستعملهم بالحاضر، طبعا انا عندي درس كامل عن هيدا الموضوع، رح احط لكم الرابط بصندوق الوصف. وهلا صار وقت الاختبار الكبير، هلا رح نعمل اختبار مع كل الافعال المساعده اللي اخذناها اليوم بالزمن الماضي. جاهزين؟ رح نبدا. وبهيك بيكون خلص درس اليوم. اكيد هذا الدرس كتير كتير مهم، حاولوا انكم تدرسوهن ان كان بالحاضر او بالماضي، لانه عن جد كتير مهم وبلاهم ما رح نعرف ابدا انه نحكي. واكيد اذا عجبكم درس اليوم ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد انا بنزله، وبشوفكم بالدرس الجاي. تشاو.